السلام عليكم متابعي الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وشرح جديد على قناة نسيم. مرحبا بكل المتابعين أينما كنتم. إذا كنت جديد في قناة فضلا وسأمرا اشترك ليصلك كل جديد إخوتي. فهذا الفيديو إخوتي سوف يكون حول محفظة سويتكوين. نعم سوف يكون عن مشاكل محفظة سويتكوين التي ظهرت لبعض المتابعين. هنالك العديد من الأشخاص قالوا لي أن المحفظة لا تفتح معنا، يعني المحفظة لا تفتح، حتى الأشخاص الذين لو وصلهم الإيميل إخوتي ذهبوا إلى الإيميل ودخلوا عن طريق الرابط يواجهون بعض المشاكل فيما يخص الدخول إلى المحفظة إخوتي. وسوف أقوم بوضع توضيح بعض المشاكل ووضع الحلول إخوتي. إن شاء الله نستفيد من هذا الفيديو، تستفيدوا من هذا الفيديو. كما تلاحظون هذه هي المحفظة إخوتي تفتح معي بشكل عادي جدا. سوف أقوم بفتحها بشكل عادي جدا. أولا سوف أذهب إلى المشكلة إخوتي. المشكلة الأولى هي أن العديد من الأشخاص لا تظهر معهم هذه إخوتي عند الذهاب إلى الرابط، وعندما يدخلون من الرابط للذهاب إلى المحفظة لا يظهر معهم لوجين. يعني هذا شيء مهم جدا، فقط تخرج معهم هذه لا توجد، يعني لا يوجد رابط يأخذهم إلى المحفظة، يعني الرابط المهم. فالحل هو إخوتي، الحل الوحيد المجرب هو عن طريق نسخ، قم بنسخ العنوان الفوق إخوتي، قم بنسخ العنوان معذرة ووضعه ذهب إلى الكروم إخوتي، لأن هذا ليس الكروم. اذهب إلى الكروم ويفتح معك الكروم مباشرة. هناك عدد من الأشخاص قالوا لأن هذه العملية قد نجحت معنا، وهنالك لم تنجح معنا، لا أعلم، ولكن العديد من الأشخاص نجحت معهم، ونحن نبحث عن حلول دائما. سوف أقوم بالدخول إلى محفظتي مباشرة. أولا إذا أردت الخروج من المحفظة فهذا سهل معذرة، هذا سهل جدا. فقط أنا أقوم بحذف المعلومات الخاصة بالمحفظة، مثلا أقوم بحذف المعلومات، قمت الآن بحذف المعلومات، قمت الآن بحذف المعلومات، سوف أقوم بالدخول مباشرة. أنا لا أواجه أي مشكلة في الدخول إلى الإيميل، لا أعلم إذا كان هذا الشيء مرتبط بأنني قمت بتفعيل المحفظة منذ ما إخوتي. نعم قمت بتفعيل المحفظة منذ شهر ماي الماضي، لم أعلم أنها محفظة سوف تكون هذا العام، ولكن قمت بتفعيلها. مثلا هنا سوف أذهب إلى الإيميل إخوتي. أول شيء سوف أذهب إلى الإيميل الخاص بي. يجب عليك أن تتأكد من أن الإيميل الذي دخلته هو الإيميل الخاص بالذي أنت فاتح به تطبيق سويتكوين وليس محفظة سويتكوين، يعني أن تكون متأكد أن هذا الإيميل، هذه الرسالة من الإيميل الذي تريد أن تفتح به. كما تلاحظون يعني هنا اضغط على أفشي، يعني أفشي يعني هنا اضغط هنا، لا يمكنني إظهار معلومات إخوتي لأنه الإيميل الخاص بي. فقط قم بالنزول إلى الرابط هنا، تضغط على الرابط بشكل عادي جدا. أنا يفتح معي متصفح الخاص بالإيميل إخوتي، أي التطبيق الإيميل، بريد إلكتروني كما تلاحظون هنا معي مباشرة، فسوف يفتح بشكل عادي جدا هكذا فقط. وتظهر معي السويت، يعني لوج إن، يعني الذهاب إلى مباشرة إلى المحفظة. عند الضغط على ذلك الرابط يأخذني مباشرة إلى المحفظة أوتوماتيكيا، وتبدأ المحفظة تفتح بشكل سهل. لا أعلم لماذا الأشخاص، هو هنالك المشاكل لبعض الأشخاص، معذرة إخوتي إذا كان هنالك أخطاء في الكلام، لأن قناتي لم تكن عربية إخوتي، لذلك أنا أحاول إن شاء الله يكون كلامي مفهوم. كما تلاحظون الآن المحفظة فتحت معي بشكل مباشر وشكل عادي جدا. بقي يوم و19 ساعة لكي تصبح عملة رقمية إن شاء الله.
يعني العملة سوف تكون في 12 من سبتمبر، وهذه المحفظة سوف تكون بعدها في 13 من سبتمبر، معذرة. كما تلاحظون فقد فتحت معي المحفظة بشكل عادي جدا. لا أريد أن أطيل عليكم الفيديو أخوتي، هذه هي الطريقة العادية لفتح المحفظة، وأنا طرحت الحل فيما يخص الأشخاص الذين لم لاقوا المشكل هذا أخوتي. إن شاء الله ينفع معكم هذه الطريقة، يعني تقوم بنسخ رابط، نسخ الرابط إخوتي الموضح فوق، وتقوم بالذهاب إلى الكروم إلى متصفح آخر ويفتح معك بشكل عادي. بالنسبة لتطبيق سويت كوين لن يتغير إخوتي، لن يتغير سويت كوين حاليا كثيرا، لأنهم سوف يقومون بإضافة بعض المهام. أنا أظن أنهم سوف يقومون بوضع بعض المهام الجديدة، لا أعرف ما هي المهام، الألعاب، يمكن ألعاب أخرى، يمكن مهام تقوم بوضعها إخوتي بتفعيلها والربح نقاط أو عملة سويت كوين. بالنسبة لسعر العملة، نعم، كم سيكون سعر العملة، ولكن إذا كان منخفض سيرتفع إخوتي، سيرتفع تدريجيا، لأن العملة هذه العملة إخوتي كانت انطلاقتها قوية، لأن العالم كله يعلم ما هي هذه العملة وقيمة هذه العملة. مثلا هنا لم يتغير شيء في التحديث الجديد، قلت في الفيديو السابق قلت لكم أن التطبيق فقط وضع هذه الأيقونة هنا، الأيقونة الجديدة الخاصة بمحفظة سويت كوين. بالنسبة لشركة سويت كوين إخوتي لقد لاقت نجاحا كبيرا، لذلك هي نعلم، كلنا نعلم أن الشركة الآن بالمليارات إخوتي، نعم لديها مخزون مالي بالمليارات، لذلك هي لتخطط لتتوسع. نعم، شركة سوف تقوم بالتوسع ووضع آلية جديدة للربح وتعدين العملة لكي تصبح عملة قوية جدا إن شاء الله في المستقبل. أتمنى أن يكون قد أعجبكم هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك ووضع لايك إخوتي، اللايك يحفزني إخوتي. أنا لما أدخل الفيديو ولا ألاقي أي لايكات كثيرة، يعني فيديو عليه مشاهدات كثيرة ولايكات قليلة، هذا الشيء لا يحفزني للبحث عن الجديد. أنا اللايكات والاشتراكات. أتمنى أن يكون قد أعجبكم الفيديو، وأنا سعيد جدا بالتعليقات الخاصة بكم، الأسئلة أو الانتقادات عادي، أنت المهم أتقبل كل شيء. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.